اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان في محافظة البحيرة، بالتحديد في مدينة دمنهور، للتعرف على بطلة من طراز خاص، منار المصري. منار المصري بطلة مصر في المصارعة للناشئين وبطلة افريقيا. زي ما انتم شايفين حضراتكم، منار في مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، يعني اثناء قيامها بعمليات الاحماء والتدريبات الخاصة بلعبة المصارعة. يعني طبعا منار يعني احدى نتائج المشروع القومي للرياضة للبطل الاولمبي، يعني احدى مشروعات وزارة الشباب، يعني مشروع قومي لتنمية مهارات وقدرات الناشئين. منار حصلت على المركز الأول في بطولة المصارعة على مستوى قارة أفريقيا في هذه البطولة التي أقيمت مؤخرا في المغرب. تفاصيل كثيرة عن يعني حكاية منار وحكاية لعبة المصارعة للبنات هنعرفها بعد شوية، يعني قليل بعد تخلص كده التمرينات الإحماء. عاش يا بطل منار، انت قدامك كتير. انا طبعا مش عايزه يعني ازعجك في تدريبك، اخبارك ايه؟ الف الف مبروك، طبعا مشرفه محافظه البحيره ومشرفه مصر كلها. منار، يعني عرفيني كده، يعني بدايه فكره المصارعه كانت معاك ازاي؟ بص، انا اول حاجه جيت بقى اتفرج عليا لعبه، جيتي في مركز شباب حريه. تمام، هنا بقى اتفرج عليها. ما عجبتنيش ولا لعبه، قعدت اتفرج هنا، شفت المصارعه قعدت اتفرج فحبيتها، اتدربت فيها الحمد لله. انت يعني بقالك كام سنه بتلعبي؟ ثلاث سنين وحصلتي على بطوله افريقيا للناشئين، ما شاء الله. يعني ثلاث سنين كنت بتتدربي هنا؟ حصلتي على بطولات مصريه؟ بطوله الجمهوريه، المرحله الاولى، واول جمهوريه الحمد لله، وثاني جمهوريه المرحله. تمام، لما رحت المغرب بقى يعني وحصلت على بطولة افريقيا، ده كان بالنسبة لك يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. وشفت ناس ياما، وتعلمت منهم حاجات ياما قوي. تمام، وكنت اكيد مبسوطة ان انا عديت مرحلة. منار، الناس يعني بتسأل مثلا المصارعة دي ممكن تكون للرجالة، يعني البنات كده الكيوت اللي زيك مفترض بيلعبوا ألعاب سهلة شوية. فكرة المصارعة وفكرة، يعني هل أنت أصلا حابة لعبة المصارعة مع أنها لعبة عنيفة إلى حد كبير يعني؟ أكيد حباها، ما كنتش حباها ما كنتش حققها. طب يعني ليه اخترت المصارعة، ما اخترتيش ليه لعبة تكون للبنات تكون أسهل يعني؟ أنا رحت جميع اللعب، بس دي هي اللي حبيتها. دي اللي حبيتيها؟ حبيت اكمل فيها وهبني نفسي هدف يعني اكون فيها. يعني انت اصلا فكره المصارعه معاكي ده جزء برضو من يعني تنميه البنيان عندك، اللي انت تبقي ما تخافيش، دفاع عن النفس، الكلام ده؟ اكيد، يعني لما يعني كان من اهدافك الكلام ده؟ ايوه اكيد. منار، يعني من نتائج المشروع القومي للبطل الاولمبي، يعني انتوا بقالك كام سنه في المشروع ده؟ متهيألي قريب؟ من قريب. يعني سنتين كده. سنتين. مين اللي كان بيدربك هنا؟ كابتن محمود نوار. اللي بتتدربي يعني كام ساعة في اليوم وكم؟ بتمرن هنا كل يوم. كل يوم؟ كل يوم. الساعة 3 بقى، ايه كابتن بقى ايه بيمرنا من الساعة 3 ولحد الساعة مثلا يعني 7 كده، لحد ما نخلص تمرين. يعني طبعا كتير من الناس بتقول هي منار اصلا يعني اللعبه دي ممكن تاثر عليها، انت مثلا ايه بنوته، يعني ما تخافيش حد يقول لك مثلا من صحابك؟ اكيد في التمرين حاجه وبره حاجه ثانيه خالص. عرفيني بقى فيلسوف، قولي. اكيد في التمرين ازاي بقى يعني؟ بجد بقى تمرين، مفيش هزار مفيش ضحك. تمرين بس. تمام، لكن بره اكيد يعني بنت يعني بنت أكيد. بنت انت في سنه كام اصلا؟ ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي، ما شاء الله. وحصلتي على بطوله افريقيا.
يعني في كتير من الناس بتتكلم برضو المصارعه طبعا هنا غير المصارعه اللي بيشوفوها في التلفزيون، دي مصارعه تانية اللي هي المحترفين دي شو ده اكتر يعني، لكن دي اللي فيها البطولات الاولمبيه يعني مش كده؟ يعني انت بتشوف مصارعه السيدات اللي على الفضائيات دي حاجه مختلفه، دي اللي هي يعني عباره عن شو مثلا، عباره عن عروض، لكن هنا المصارعه الحقيقيه اللي فيها بطولات يعني. طيب منار، كتير من الناس بتتساءل يعني انت اصلا طموحك توصلي لايه؟ يعني هل انت تبقى بطله اولمبيه في العالم؟ لا انا عايزك علي صوتك شويه، انت بطله بقى يعني، علي صوتك شويه. اكون بطله اولمبيه بقى واكبر بقى تمام تمام. طبعا يعني معانا كتير من اللي ساعدوا منار في تحقيق حلمها وحصولها على بطولة افريقيا. معانا كابتن، احد الكباتن اللي كان بيمرنها، كابتن ايمن. كابتن ايمن يونس، اهلا بحضرتك. يعني مبروك لمنار ومبروك لمحافظة البحيرة. يعني عرفني بقى كابتن، يعني فكرة تدريبات منار لغايه لما وصلت للفوز ببطوله افريقيا. منار كانت من اللعيبه المجتهده جدا، في من ضمن البنات المجتهده جدا اللي كانت هنا. هي جت مع مجموعه، هي اللي استمرت يعني، هي اللي استمرت، هي وكان بنوته استمرت. هي كان عندها هدف اللي هي عايزه توصل لحاجه معينه. طبعا وقعت في دروبات كتير جدا يعني. طبعا الفضل يرجع بعد ربنا الكابتن محمود نوار، احنا كنا سبب من الاسباب ان هي توصل، بس هي العزيمه كانت عندها. وقعت في ضربات كتير قوي اللي هي ممكن مش توقع لاعب دولي يعني، توقع لاعب كبير مش لاعب لسه صاعد لسه صغير، ومع ذلك اتحدد كل ده. وقعت في دروب يعني بعد التجارب، قالت خلاص انا مش عايز العب. وقفنا جنبها جدا يعني، جامد جدا، لغايه ما ربنا كرمنا ودخلت التجارب تاني وحققت، ربنا كرمها جابت اول الحمد لله سافر وجابت، فرحتنا كلنا يعني هو ده الحصاد بتاعنا. ارجع لك تاني يا كابتن، طبعا في اكيد في تدريبات يعني، ورينا لمحه من التدريبات كده يا منار مع الكابتن. ما شاء الله يعني المنار، طبعا ما بفهمش في المصارعه كابتن ايمن، لكن انا شايف اللي منار يعني شغاله بالنسبه لك حاجه كبيره يعني. الله. طيب منار بعد اذنك، يعني انا عايز بقى يعني عرفيني كده، التدريبات بتاعتك تدريبات شاقه، لان طبعا المصارعه دي عايزه قوه بنيان، بيقولوا مثلا بنت قوه 100 راجل والحاجات اللي زي دي. يعني انت بتتدربي كام ساعه في اليوم؟ يعني في اليوم ممكن 3-4. 3-4، ما بيأثرش كل ده على المذاكرة مثلا؟ لا، بوضب التمرين حاجة والمذاكرة حاجة تانية. تمام. يعني المذاكرة بعملها وقت. بنلها وقت والتمرين وقت. نوعية مثلا اللي يعني الأكل بتاعك، أنا أعرف المصارعين أو الألعاب اللي هي زي كمال الأجسام والمصارعة بيبقى لهم أكل معين، هل أنت في أكل معين يعني عشان يقوي بنيانك؟ زي ايه؟ الكابتن ممكن ينضم لنا، اتفضل. الكابتن محمود بيحط بلان معينه، بيحط نيوتريشن معين للاعب نفسه. نبدا من اساسه بقى تنفيذه عشان نبدا نحافظ على الوزن، ما نخسسش من بعيد. يعني مثلا لو بتلعب سي بتلعب 54 كيلو، ما ينفعش تنزل من 70 كيلو، هتنزل مفيش باور ان هي ممكن تكمل البطوله او تلعب البطوله نفسها. فتبدا مثلا نحافظ على ميزاننا قبل البطوله مثلا في 3 او 4 كيلو. دول بس اللي نخسسهم. تمام. ما نخليش الميزان يبقى اوفر. يعني على اساس اللي في البطولات اصلا فيها اوزان معينه يعني. يعني انا بوزن
قبل يعني انا بوزن النهارده بلعب ثاني يوم، وفي ايام بتيجي علينا اللي احنا نوزن ونلعب. ففي لعيبه بتخسس 10 كيلو مثلا في البطوله، فبتنزل مش قادره. فمن خلال الكابتن محمود كان بيحط نيوتريشنز معين اللي هي نحافظ على اللعيبه كلها اللي هي تبقى في نظام معين، يبقى الاوفر 2 3 كيلو فوق الميزان. تمام يا كابتن. منار انا عايز اعرف مين قدوتك في الملاعب، يعني مين اللي انت متاثره بيه سواء بقى رجال او سيدات؟ اكيد يعني كرم جابر. كرم، كابتن كرم جابر. تمام. وكابتن سمر حمزه برضو. يعني نفسي اوصل زي كابتن كرم جابر. يعني انت حلمك اللي انت تبقي بطله اولمبيه مش بطله افريقيه؟ هتكملي يا منار يعني، ولا هيقول لك بقى انت ده هيأثر بقى على انوثتك وهيأثر بقى على انت دي بنت؟ يعني يعني هتكملي؟ هتكملي المشوار؟ والله يعني انا ان شاء الله انا اشوفك بقى يعني في بطولات اكبر، وابارك لك بقى على انت بطله اولمبيه ان شاء الله. يعني كلمينا منار عن الجوائز اللي انت اخذتيها، هي فين اصلا يعني الجوائز اللي موجوده معاكي؟ يعني هو في حد بيحضر اللي بيحضر الميداليات اللي طبعا اللي شرفت مصر كلها؟ يعني عرفينا كده، انت خدت بطولات في مصر اصلا؟ خدت ايه؟ بطوله الجمهوريه في المرحله الاولى، بطوله الجمهوريه الثانيه المرحله الثانيه. تمام. لغايه بقى لما وصلتي للايه لبطوله افريقيا ما شاء الله، كل دي ميداليات في 3 سنين ما شاء الله. يعني دي بقى بطولة افريقيا، وريني كده. دي بطولة افريقيا، وده بطولات محلية بقى. دي جمهورية. جمهورية. تمام. في وزن كام؟ 53. هل انت اصلا هتستمري على الوزن ده ولا شايفة على حسب بقى ما الكابتن ما يقول لي، مثلا هيجي وقت الكابتن يقول لي اطلعي انزلي، على حسب بقى اثباتي كده يعني. على حسب بقى. ده ايه يا كابتن ايمن ده؟ شهادات تقدير؟ ده طبعا يعني شهادات التفوق طبعا وشهادات التقدير مشرفانا، لكن يعني طبعا كل ده يعني حاجه بسيطه بالنسبه للي جاي، بالنسبه لمستقبل منار. يعني اللي طموحك غير انك تبقى بطل اولمبيه، في الدراسه بقى طموحك تكون ايه؟ في الدراسه؟ مش طبعا ربنا يكرمني وانجح في ثالثه اعدادي اخش ثانوي. ويعني ممكن اخش شرطه كده، يعني حاجات فيها رياضه. الشرطه يعني عايزه تدخلي شرطه ما شاء الله، يعني عشان بتلعبوا مصارعه بقى تبقي ايه يعني ضابط بقى ولا ايه؟ ان شاء الله يعني. ان شاء الله. معانا طبعا والد منار، عرفني بنفسك. سعيد محمد المصري، والد منار. اهلا وسهلا. مبروك لمنار، ومبروك لمحافظه البحيره، ومبروك لمصر كلها. مبروك لمصر كلها فعلا. استاذ سعيد، يعني تكلمني عن تشجيعك لمنار في لعبه زي لعبه المصارعه، مع ان هي اصلا يعني لعبه قد تكون يعني لعبه رجاليه، لعبه عنيفه يعني شويه. والله يا ناصر بيه، انا لقيتها يعني غاويه ان هي يعني مثلا تخش في مجال الرياضه. واخد بال حضرتك؟ اندمج في مجال الرياضه بقت تروح تتمرن وكده، وشجعها كابتن محمود نجار والكابتن احمد واخد بال حضرتك، ولقيت كم مشجعين لمنار في الساحل ومعاهم الاستاذ احمد ناجي واخد بال حضرتك. استاذ سعيد، يعني ما خفتش على منار مثلا وهي بتسافر وهي في سنها صغير؟ ما خفتش مثلا عليها وهي اصلا اللي ممكن تبقى يعني يقولوا دي بقت مسترجله شويه وبقت يعني لعبه عنيفه؟ طبعا اكيد الاحساس ده. بس لما لقيت الوضع واخد بال حضرتك، لما بقت بطله بقى مع الكباتن ومع الاستاف اللي بيسافر معاها ويروح ويجي معاها، لقيتهم بيخافوا عليها واخد بال حضرتك زي بالظبط، خافوا عليهم زي بالظبط. تمام. حسيت بالامان، حسيت ان يعني مثلا بنتهم معاهم ووسطيهم. حضرتك بتشجعها دايما، ويعني نفسك ان انت تكون بطله اولمبيه؟ والله هي رغبتها كده. فطبعا الواحد يعني بيتمنى لعيله يحقق الرغبه اللي هو عايزها. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله يعني بارك لك بقى على تكون بطله اولمبيه باذن الله ان شاء الله. معانا كابتن احمد، كابتن احمد ناجي، اهلا بحضرتك، مدير مركز شباب الحريه.
منار يعني طلعت وحققت بطولات وعلى مستوى يعني قاري في وقت بسيط من خلال مركز شباب الحرية. تمام. يعني كلمني عن فكرة وهي طبعا احد يعني نتائج البطل الاولمبي او مشروع البطل الاولمبي، ممكن تكلمنا بتفاصيل اكتر عن الموضوع؟ طبعا منار بنت المركز شباب الحرية، ومشروع البطل الاولمبي بيرعاه السيد وزير الشباب والرياضة، بيلقى كل الدعم الحقيقة. كمان القيادة هنا، القيادة الإدارية عندنا دكتور إبراهيم خضر أستاذ عبد المنعم متابعين معانا باستمرار، يقدموا كل الدعم. وده نتائج طبعا المجهود خلال الفترة الطويلة اللي فاتت. إن احنا تشرفنا بوجود بطلة خرجت من المكان هنا، ودي أول نتيجة تحصل للبحيرة، حد يحقق النتيجة ديت في البحيرة كلها. للبنات أو للسيدات؟ للسيدات. شكرا يا كابتن. يعني طبعا ارجع لمنار اختم بيها، وطبعا نفسك في ايه بقى يا منار يا كابتن منار؟ نفسك في ايه؟ قولي يعني، اتكلمي بقى نفسك غير انت تبقى بطلة اولمبية، في حاجة معينة تانية؟ الدراسة. الدراسة؟ وتدخلي كلية الشرطة؟ طبعا مسموح دلوقتي للبنات اللي هم يدخلوا كليه الشرطه، فتبقى يعني تبقى ايه بقى، رياضيه وشرطيه، ويعني تحققي بقى الامن كله يعني ان شاء الله. شكرا يا منار. يعني طبعا اسيبك للتدريب بتاعك مع كابتن حمد.